الخير متابعي طقس العرب في الأردن. نهار اليوم الثلاثاء انخفضت درجات الحرارة قليلاً لتصبح الأجواء ربيعية دافئة في ساعات النهار في عموم مناطق المملكة، والأجواء ليلاً إن شاء الله رح تكون لطيفة مائلة إلى البرودة. أما في المناطق الشرقية هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي تهطل على إثرها بإذن الله زخات الأمطار رح تكون رعدية بإذن الله. أما عن درجات الحرارة المتوقعة فترة الإفطار في العاصمة عمان بتسجل 28، نسبة الرطوبة عالية 72% وسرعة الرياح 26 في الساعة. كالعادة نستعرض إياكم درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم الثلاثاء في عموم مناطق المملكة بداءا شمالا وإربد بتسجل بين 29 و17، المفرق بين 31 و18، جرش بين 30 و20، وعجلون بين 27 و17، وأجواء صافية ومشمسة في هذه المناطق. أما مع مناطق الوسطى مع العاصمة عمان بين 28 و18 أجواء ربيعية دافئة، البلقاء بين 29 و18، الزرقاء بين 31 و20، مادبة بين 29 و19، البحر الميت بين 35 و26 درجة مئوية وأجواء حارة بإذن الله. المناطق الجنوبية مع الكرك 29 نهاراً 20 ليلاً، الطفيلة بين 28 و19، الشوبك بين 26 و18، معان بين 32 و21 أجواء غائمة جزئية، والعقبة أجواء حارة 37 نهاراً و26 درجة مئوية بتنخفض ليلاً بإذن الله. أخيراً المناطق الشرقية الرويشد الصفاوي والأزرق درجات حرارة متقاربة، وهذه المنطقة تأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي تحتل على إثر زخات من الأمطار حتكون رعدية بإذن الله بتسجل 34 نهارا وبتنخفض ليلا لـ20 درجة مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. متابعينا تابعوا تفاصيل نشرات طقس العرب أولا بأول. إلى اللقاء.